الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه، وبعد، فنحن أيضا في رحاب علم المعاني ونتحدث عن باب مهم من أبواب البلاغة، وهو الحذف، وهو من أدق أبواب البلاغة ومن أبلغ أساليبها. فالحذف أبلغ من الذكر. يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز عن الحذف: هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، شبيه بالسحر، فإنك ترى فيه ترك الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق. والحذف مقيد بشرطين: الشرط الأول أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، وإلا كان تعمية وإلغاذا، فلا بد أن يوجد في الكلام ما يدل على المحذوف وما يشير إليه. والشرط الثاني عدم إظهار المحذوف، ذلك أنك إذا أظهرته زال حسن الكلام، وهو ضرب يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، نحو أهلا وسهلا، عندما تعرب تقول جئت أهلا ونزلت سهلا، وضرب لا يظهر تقديره بالإعراب وإنما يكون بالتأمل والتفكر، تقول هو يعطي ويمنع، وأنت تقدر المحذوف، أي يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء. وهذا الحذف أبلغ من الذكر، لأنك لو قلت مثلا هو يعطي الدنانير ويمنع الجار لقيدته. وللحذف ثلاث مزايا هي: الإيجاز، إثارة الذهن لتقدير المحذوف، أنت تعمل ذهنك لتقدر المحذوف، الاحتراز من العبث والتكرار. هذه هي المزايا الثلاث للحذف. ونتحدث عن حذف المسند إليه، وقد ذكرنا أن المسند إليه هو المحكوم عليه، يحذف المسند إليه لظهوره بدلائل القرائن، هناك قرائن تدل على ظهوره فلذلك يحذف، ويكثر ذلك في ذكر الديار والمدح والذم. قال الشاعر: ديار مية إذ مي مساعفة، ولا يرى مثلها عرب ولا عجم. حذف المسند إليه التقدير تلك ديار مي. وقال الشاعر: فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت. التقدير هو فتى. وقال الشاعر أيضا: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داع الندى بسريع، أي هو سريع إلى ابن العم. وقد يكون حذف المسند لضيق المقام، نحو قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت، قلت عليل، يعني أنا عليل، تقدير أنا عليل، فحذف المسند إليه لضيق المقام. وقد يكون داعي حذف المسند إليه إخفاء الأمر على غير المخاطب، تقول لأحد الناس انتهت، أي المسألة، لا تذكر المسند إليه، ذلك لأنك تريد أن تعمي الأمر. الرجل يعرف، الذي خاطبته يعرف المسألة، وأنت لا تريد أن يعرفها الآخرون. وقد يكون حذف المسند للخوف من فوات الفرصة، تقول للصائر غزال، أي هذه غزال. وقد يكون
الحذر للمحافظة على السجع كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، أصلا حمد الناس سيرته، ولكن بنى ليحافظ، بنى للمجهول الفعل المجهول ليحافظ على السجع. فلو قال من طابت سيرته من حمدت سريرته ما استطاع أن يحافظ على السجع. يعني لما من طابت سريرته لو قال حمد الناس سيرته لما وجد السجع. كذلك للاستعمال الوارد عن العربي، العرب تقول رمية من غير رام، أي هي رمية. كذلك للإنكار عند الحاجة تقول بخيل جبان، فإذا أردت أن تنكر الأمر فإنك لم تعين شخصا معينا، بخيل جبان وأنت تقصد شخصا معينا ولم تعينه. كذلك للجهل به، بناء حذف الفاعل للجهل به تقول مثلا سرق المتاع، أو للخوف منه أو عليه أو للاختصار قرر كذا مثلا يقال، أو للعلم به خلق الإنسان ضعيفا، ومعروف أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نلخص أغراض حذف المسند إليه فيما يأتي: ظهور قرائن تدل على المحذوف وذلك في ذكر الديار والمدح والذم، ضيق المقام أو المقام، إخفاء الأمر على غير المخاطب، خوف فوات الفرصة، خوف فوات الفرصة، اتباع الاستعمال الوارد عن العربي لتأتي الإنكار عند الحاجة، للمحافظة على السجع، للجهل بالفاعل أو للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو للاختصار. هذه هي دواعي حذف المسند إليه. حذف المسند، المسند هو كما نعلم المحكوم به وقدمنا ذلك، ويحذف المسند لأغراض بلاغية، منها أن تدل عليه قرينة، كان يقع جوابا لسؤال محقق أو مقدر، مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله. وكقوله تعالى أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. ويحذف أيضا المسند لقصد الاختصار والاحتراز من العبث، كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، التقدير والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. اتباع الاستعمال الوارد عن العرب نحو خرجت فإذا عاصف، كل إنسان وعمله، لولا محمد لضل الناس، لعمرك لو كرمن الضيف أكلي التفاح ناضجا. فقد جرى بالاستعمال الفصيح عن العربي حذف المسند بعد إذ الفجائية والواو التي هي نص في المعية، وبعد لولا والقسم الصريح، وبعد الحال الممتنع أن تكون خبرا. تقدير خرجت فإذا عاصفة موجودة تهب، وكل إنسان وعمله مقترنان، ولولا محمد موجود لما اهتدى الناس، ولعمرك قسمي وأكلي التفاح إذا كان ناضجا. ونلخص لك أيها الدارس مواضع حذف المسند فيما يأتي، نلخص لك مواضع حذف المسند فيما يأتي: أن تدل عليه قرينة، كان يقع جوابا لسؤال محقق أو مقدر، لقصد الاختصار والاحتراز من العبث، لاتباع الاستعمال الوارد عن العرب. وعليك أيها الدارس أن تجيب عن الأسئلة الآتية: ما المسند وما شروط حذفه؟ اذكر ثلاثة من الدواعي لحذف المسند، مثل لثلاثة من المواضع التي حذف فيها المسند لأجل اتباع الاستعمال الوارد عن العرب. نأتي بعد ذلك إلى حذف المفعول به.
يحث في المفعول به الكثير من الدقائق واللطائف والأسرار البلاغية، وإليك بعضا منها. واحد، إثبات الفعل للفاعل دون نظر إلى تعلقه بمفعول معين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففي الآية إثبات الفعل للفاعل دون نظر إلى مفعول معين، فمن له أدنى علم خير ممن ليس له علم. ولو قيد العلم بمفعول به معين لذهب العموم. فلو قلنا في غير القرآن مثلا: هل يستوي الذين يعلمون النحو، قيدنا العلم بالنحو. أو هل يستوي الذين يعلمون الأدب، قيدنا العلم بالأدب. ولكن حذف المفعول هنا أفاد العموم. يحذف المفعول به أيضا إذا كان ذكره يوهم غير المقصود. تقول: قطعت إلى العظم. فلو ذكرت المفعول به وقلت: قطعت اللحم إلى العظم، لتوهم السامع أن القطع كان في اللحم ولم يصل إلى العظم. إفادة التعميم والاختصار، ومن ذلك الآية الكريمة: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو العباد جميعا. ومثل ذلك قولك: كان منك ما يسر، أي ما يسر كل أحد أو كل إنسان. أو كان منك ما يؤلم، أي ما يؤلم كل إنسان. فلو قلت: كان منك ما يؤلم فلانا، قيدت البيان بعد الإبهام. لو شاء الله هدايتكم لهداكم. ومفعول المشيئة في مثل هذا التركيب يحذف لدلالة ما بعده عليه وللبيان بعد الإبهام. ذلك أنه لما قدم في الآية فعل المشيئة علم السامع أن المشيئة متعلقة بشيء، فلما قال لهداكم أجمعين عرف ذلك الشيء. وهذا هو معنى البيان بعد الإبهام. ولو ذكر المفعول به لما تحقق هذا الغرض، فلا يكون الإبهام في قولك: لو شئت التحدث لتحدثت، بخلاف قولك: لو شئت لتحدثت. وقد يذكر المفعول به مع فعل المشيئة إذا كان ما تعلقت به المشيئة أمرا غريبا، كقول الشاعر: فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أجمل. الاختصار نحو: أصغيت له، أي أذني، وأغضيت عنه، وأغضيت عنه أي عيني. التعظيم كقول البحتري: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، أي قد طلبنا مثلا لك. التأدب كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا أنا ورسول الله نغتسل في إناء واحد، فوالله ما رأيت منه ولا رأى مني. فللتأدب لم تذكر العورة. أغراض حذف المفعول هي: يتلخص من ذلك أن أغراض حذف المفعول هي إثبات الفعل للفاعل على الإطلاق، دفع توهم غير المراد، التعميم والاختصار، البيان بعد الإبهام، الاختصار، التأدب. وفي الختام أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك أيها الباحث والدارس، وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير، وأن يعلمنا علما نافعا وقلبا خاشعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.